FM. الكلمة ليك. الشيء اللي قاعد يصير اليوم في الجنوب التونسي هو أنه تطاوين سي أبو بخي 37% دو تيريتوار تونيزيا، مش شوية، فهمني كيفاش؟ والدواعش كما قلت في معناها عديد المنابر راهو داعش 5% قتال 95% بروباغاند. تصور أنت غدوة داعش تعمل معنا اون توت بتيت بيرسي في تطاوين، شو يقول لك؟ وقد تمكن الدولة الإسلامية معنا من الاجتياح 40% من التراب التونسي. مش معناها قبل هذا. معناها اجتياز الحدود وعربية تدخل إلى الحدود التونسية. دونك ردوا بالنا معناها فني من هالليزيفي دانونس. هذه أول حاجة. دوزيام شوز. الناس هذوما راهم يعرفوا بالقدية كيفاش معناها يستغلوا الثغرات. ولهنا راهي ما نحملش مسؤولية معناها للأخيان الموجودين في الكامور. بالعكس. معناها وحييهم وشدوا على يديهم ومن حقهم انهم معناها يتحركوا ويطالبوا بحقوقهم. مساله اللي حكينا فيها بكري معناها نتاع البترول تابع الدوله تابع الواحد، اما المهم الناس هذوما عندهم مطالب. اما وين عندي مشكله انا؟ مش مع الناس اللي قاعدين يتحركوا واللي معناها بالمناسبه لا وراهم لا احزاب ولا حتى شيء. الاحزاب اللي معناها تجي هنا في تونس وتحكي وتقول احنا قاعدين نوجهوا ونقطروا واحد كل شيء راهم يكذب او ترشيد للاحتجاجات سوني با فري، فهمني كيفاش؟ الخيمه نتاعهم بعيده 200 متر معناها فهمني على الواحد على معناها الاعتصام. اما نقول لهم ردوا بالكم من حاجه، راهي الخطا كان باش يجي مش بيجي منكم انتم، باش يجي من الدوله التونسيه افيك سون اوتيزم. تعرف سي ان اوتيزم فينومينال. عندنا الدوله كي اوتيست، عندنا سلطة كي اوتيست متوحدة بالمعنى المرضي. اي معناها سي انيماجينال سي باثولوجيك، شيء غريب ماهيش تسمع معناها بالكل اون بلوس مش تسمع كي معناها تمشي باش تحكي معاهم معناها تحاول تبيع لهم الوهم. يا ولدي سي فيني سا مارش بلوس جونغ معناها فهمني دو بوليتيك، فهمني كيفاش؟ وكل نهار توخر فما اشياء اذا ما تعملهمش في وقتها يصبحوا امبوسيبل. الكلمة ليك.